Al-Qaeda in Afghanistan, you don't need to imagine what they do to spies. During my time, they caught at least 5 spies and they executed them. So, do you think you could be a spy? هذا هو راح نعمل من جزر وقاعد والفلات استخدموا التليفون اليوم احنا قدام اكبر متحف للجواسيس موجود بالولايات المتحدة الامريكية اليوم من العاصمة واشنطن وراح اخذكم بجولة بسباي ميوزيوم طبعا هذا راح تلقون شغلات عجيبة غريبة مو اي مكان موجودة بي واقوى السيارات واقوى الشغلات اللي استخدموها بالتجسس التكنولوجيا الجديدة اكثر الاشخاص اللي مطلوبين بالقياس هذه الطيارة صغيرة اصغر يا بعاية هاي اصغر شيء هاي التكنولوجيا الجديدة you think you're seeing because it's not necessarily what you think it is. Now it's time to live your cover. Learn the trade craft. Test yourself. But be cautious. You're not the only one. There are other spies among you. And remember, all is not what it seems. هذه البرتنج ماشين هاي الوحيده اللي بالعالم البكت عمانيه هاي هم كانوا يشوفوا بيها كودات طلعوها هي بالفيلم شوفوها صارت 9 مرات للفضاء على ضريب هذا هم ذول كانوا يستخدمون وسيله كل الاتصال but no matter how much technology advances the human source remains the lifeblood of intelligence I was undercover with the Canadian Security Intelligence Service infiltrating a network of extremists and they said to me look you can be the zajid this will be a code I'm trying to do it can be a code in some cases هاي نعم شلون يسوون هاك للدبل 07 وهاي الاورزر وهذا انتوني كوين طبعا حرب الجواسيس لعبت دور كبير هذا كلها تستخدمها والله التقنيات وشغلات اللي هي هاي بيخلون بها غاد ماده سام انضرب وحده فتحول شكله من هذه لهذه ولحق بدون ما يعرفون السبب كانوا يستخدمون هاي لغه العداله كلهم بالجواسيس هاي بجزء Throughout the history of civilization, spying has been driven by the thirst for knowledge and power. Consider the case of the Cold War. Well, I recruited several Americans in the United States. The Soviet Union was focused on expansion. It wanted to conquer the world. Of course, the United States was target number one. And in fact, in the United States, we had hundreds of sources. طبعا كل واحد يحكون عن الاجهزه اللي استخدموها هاي من رسائل التنصت اللي ما استخدموها هاي يدلون يدورون على شغلات التنصت تدري هذه كيف الجهاز ما فيها الصوره اللي تشوفوها هاي ترانسميترز جهاز اتصالات اي هاي الروس استخدموه هديه لهم هم خالينهم بالجهاز هاي طول للسفاره الامريكيه هديه بروسيا هو كان جهاز مال التنصت بوقتها
يعني جزء التنصت من كبار هزار معنا كل الأجهزة والتنصت واحد من الرشايب هذا الحذاء This is the track. حتى هاي الساعة. هذا. 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 جيتي ورايحة من ال شو اسمه السوفت إمبسي السفارة السوفيتية بواشنطن دي سي. Watching your back. Your eyes are wide open for threats. How much time do you have? What if they come through the door? You cannot hesitate. You have one opportunity. Do you ever wonder if you could be a spy? What is it that might attract you? Intrigue? The seduction of danger? هذا واحد من الأقلام المهمة اللي كانوا يستخدموا طبعاً هذا الشرح شلون يستخدموا البوصلة والبت والعادي كان يستخدم هذا الأجهزة كانوا يستخدموها بالمعدات وبالشغلات هاي طبعا قديمة كلش قديمة 1000 أيام الحرب العالمية الثانية 1945 والأجهزة اللي كانوا يستخدموها بجد. The Soviet Union collapsed. Some believed intelligence agencies were no longer needed. The threat was over. Democracy would break out all over the world. Instead, new and more diverse threats emerged. Intelligence became more important than ever. As the world grows more complex, so too has the technology. كان بوقت خالين بالطابوق مع السفارة أجهزة التنصت لذلك هدموا السفارة الأمريكية الموجودة بروسيا وبنوا من جد لأن كل أنواع الأجهزة مال التنصت هاي حتى بالهيكل. نحن هاي الهيكل مال السفارة كانوا خالين به الأجهزة مال التنصت هاي لأن عملية الشرح شلون استخدموا أجهزة التنصت بالسفارة الأمريكية بروسيا. اليوم احنا بالعاصمة الأمريكية واشنطن قدام المتحف وهسه راح اخذكم بجولة طبعا هذا المتحف الوحيد والأول من نوعه وراح اراويكم هواي شغلات ما موجودة بغير مكان بالعالم يعني حتى الرخص يخلوا جهاز التنصت معنا هاي الأعضاء البشرية اللي استخدموها حتى بالسن هنا استخدموا وخلوا أجهزة التنصت وهي معدات السيارة حتى بالدم في شنو كلها كانوا يضمون بها هذا الترنجيز بس من جوا يعني هذا اللي خلوه بس من هنا نشوفه على السن بجهاز التنصت وهي أفضل كانوا اللي نشوفوها استخدموها بها سنة 1960 للسبعين حتى هذا جهاز مسميه هنا مرخص يعني هو جهاز من الرسالة هنا خلى بسيط هاي كل الشغلات التجميل والهاي اللي يضموها هاي المدينة بشكل وهاي هنا همين النظارات والشغلات اللي استخدموها وهاي شوف كاميرا كل ذني كاميرات وجزاك تنصت ورؤية والأقلام كل ذني كاميرات طبعا هي الخدع بيت بايب يصور كده بيت بايب هسه تجي وين يكلمون بالشنو؟ مين الحكي حق الله؟ هاي تمت بالبوري بس هاي شنو رحتي؟ هذا الجهاز خذوه بطاريات وهاي العدس بالجاكيت مالتهم اللي هي كل شيء يفتح بيبان يفتح اي شيء معدات هاي الجاكيت هو يلبسها بيه المعدات كل المعدات القديمه هاي يفتح بيها سويتشات اي باب وهي قفل يفتح بس هذا شلون بيناظور وبعدين ورا ما هي قلت له هاي قلت لها كلها خليتها بهذا السبوع انا الكاميرا يخلوها برا طبعا انا وبيده يدوس هاي بيد الجهاز هنا يدوس وهي الكاميرا برا طبعا انا هاي سنه 1958
زين وايد اجي زمانتها كل هاي الشغلات وهاي الكاميرا تقرب عن بعيد. تاخذك جوله بالعاصمه الامريكيه وتورجيك اهم المعالم الموجوده. طبعا مستحيل بانه يسوون جوله بدون ما يجون اللي هو هذا السباي ميوزيوم. طبعا بسبب الكورونا الناس اللي هنا حازين تيكتات ويجي هسه احنا حجزنا وراح ننتظر ساعتين ولازم نجي اللي هنا يلا ندخل. طبعا مثل ما قلت لكم هاي الحديقه تربط الكونغرس وهذا هنا البنسل وورا البنسل اكو اللي ذاك اليوم طلعناه بالفيديو اللينكولن همين ميموريال. هذا السنتر مال امريكا والسنتر مال العاصمه الامريكيه واشنطن احنا متواصلين معكم سموها الدي سي. وهاي هنا الحديقة طبعا هاي الحديقة دائما مشهورة يسوون بيها الاحتفالات وهواية شغلات والمراسيم دائما مراسيم التنصيب لأنه هي تتوسط ومن البنسل. طبعا هو مثل ما قلنا هذا البنسل هو السنتر مال هذا المكان. على اليمين يكون البيت الأبيض وعلى اليسار طبعا ماكو شيء لأنه اكو نهر اللي يفصل فيرجينيا عن دي سي. ومستمرين وياكم بالتغطية طبعا احنا قدامنا ساعتين يلا نوصل لهناك بس حبيت اراويكم المكان اللي احنا موجودين فيه. ونرى طبعا هاي من اجمل المناطق اللي ممكن تزورها. هاي كنيسة قديمة بينا مقرين احنا بالحديقة. هلا هذا نشوف حديقة هذا نشوف شغلات معمارية الهدوء والسكينة. هاي واحد من الكاتدرائيات الموجودة. طبعا هاي نحن شكل كراسي. الطبيعة هنا أنا كلش حلوة وكل شجرة طبعا هاي جايبيها من آسيا ذيك من اليابان. هنا أنا كل شجرة لها اسم جايبيها من مكان مختلف من دار مدار العالم. اليوم متواصلين وياكم وهاي هنا من احد الحدائق اللي موجوده والناس اللي هنا دائما يجون. طبعا هاي خارطه للمكان واللي احنا كنا هنا. ما تنسونا باللايك والسكر سبسكرايب. طبعا ذاك الكونغرس الامريكي هنا وهاي هنا الحدائق من اجمل الحدائق الموجوده يهتمون بيها.